Hey guys, how are you? It's all in a rush. إن شاء الله السنة هذه حققنا البطولة العام مع الفريق والحمد لله طلع لنا نتيجة حلوة أخذنا البطولة وإن شاء الله الله يقدرني إني أحافظ على البطولة هذه الموسم هذا وإن شاء الله بداية خير هاي أول جولة والله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هاي السنة تحضيرنا جيد للبطولة وسوينا ستب يعني أحسن من السنة الماضية وإن شاء الله يعني السنة هذه محسومة لنا إن شاء الله بإذن الله. خلصنا اليوم في الكوليفاين الترتيب الثاني بعد المتسابق روب، الفرق بسيط اللي بيني وبينه وإن شاء الله بكرة نقدم أفضل من اليوم. After 2 years winning the championship, I cannot say anything else than trying to get the third championship in a row. I feel sorry to say that a lot of competition is missing at this moment. Sadoun Kowari, who was last year my big competitor, is out. His son is not in. Marwan is still here. That's car number 8. And he will be my main competitor, I guess. سابق مروان مصبح، بطلع الحين اجرب السياره في الحلبه واذا تطلعون معي تجربون يكون افضل. انا البدايه تقريبا 500 متر في منعطف لليمين، هنا اجرب البريك تذكر 4 دعسنا بطول زيادة سرعة هنا أسرع أوسع عشان أدخل لفة أعطي تذكر 5 وسع
وصل حول 200 بسرعة. طيت كير أربعة، لفة على اليمين، ضيقة شوي، بريك. أنا دعست بترول أجين في الجير الرابع. هاي اللفة خطرة، لفة رقم 6، أعطيت جير 3، دعست بعد 3، أعطيت كير 4، وسعت حق اللفة يمين، دعست بعدها، وصلنا 170، عديت السرعة بسيطة، رديت مرة ثانية ودعست، أخذتها هنا جير 4، أخذت جير 5، وصلنا 200 سرعة، وصلنا الماكسيموم 200، هنا دخلنا اللفة جير 4، دينا شوي، أخذتها من داخل اللفة، حق أوسع أطلع برا في الخروج، أخذنا جير 4، دخلنا لفة يسار، هذه اللفة الأخيرة بتكون قدامي رقم 16 في الحلبة، أعطيت جير 4 عشان أدخل اللفة، وسعت عليه شوي عشان أعطي جير 5 على طول، أعطي جير 5، سرعتنا فوق 200، هنا النهاية. شكرا على طلعتكم معي. Alleen gisteren was het natuurlijk iets later, op alle vier. Ja, hij moet.
Congratulations, sir. Red, all the way. All the way. Horizontal. برودكشن الشيخ حمد بن عيد الفائز في فئة الإنتاج التجاري من دولة قطر جاسم المعاضيد. And the winner of the open class road race from the Netherlands on board Qnrrch 11. Congratulations to the winners. I asked for Mr. Rashid Al Khalifa. المهرجانات النارية يسلم كأس المركز الثاني في فئة الإنتاج التجاري للشيخ حمد بن عيد آل مهدي كأس سعادة ناصر بن خليفة العطية رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ومدير حلبة لوسيل الأولية روب فرينز. والآن التحية للفائز بالمركز الأول بالترتيب العام لهذا My competitor Marwan was my big competitor, and he because he already left the race in the first lap, so it was pretty much over. So I had to decide how to go, or just take all the risks, or just do it steady. So I decided to go a little bit steady, then around fast, then around steady. But it was we need more competition. Come on, guys. Get your Lamborghini or your Porsche out of me. I will challenge you. I am much happy about this first race has happened this year. So, and I come second in my group. That's the main thing. Alhamdulillah, because my car is not ready. I enter in one of my friend's car. And also I thank him, Mr. Rashid Al Ali, who gave me his car to enter this event. I know it's normally it's a road suspension in it, but I do very well with it, alhamdulillah, and it was good power in it. طبعا مستانس انا من الفوز والحمد لله. هاي بدايه خير ان شاء الله، بدايه الموسم. بديت في الانطلاقه، انطلاقتي كانت جدا جميله والحمد لله. ما كانت اي منافسه قويه، كانت بعض الاشياء في اول لفه، لكن الحمد لله تخطيتهم وتميت محافظ على المركز الاول لين نهايه السباق. الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله اني الموسم هذا اني احافظ على اللقب الموسم العامي، وان شاء الله اني احافظ عليه الموسم هذا كمان ان شاء الله. وعندنا منافسه قويه، وكذلك الحمد لله بعد فريقنا كون المركز الاول والثالث. الاول اللي هو انا ومبارك الخليفه اللي هو المركز الثالث، وان شاء الله هاي تقدم جميل للفريق، وان شاء الله نشوف تقدم اكبر ان شاء الله. First of all, I would like to thank all the organization committee, you know, for this well preparation for the first race in the season, and we are very happy for the setup they do. Also, we are very happy to start the season with a good numbers of riders and good numbers of cars participating in our championship, and this is good news for our championship, you know, to have a big number of participation.